بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. الأهلي والترجي المواجهة المرتقبة، الكل الآن يتحدث، كله بيتكلم كيف يبدأ حسام البدري هذا اللقاء، يلعب بمين في الأمام، يلعب بمين في خط الوسط، يلعب بمين في الأجنب، وطبعا رباعي الدفاع وحراسة المرمى لا خلاف عليهم في الكلام. الكلام ايه هي طريقه الكابتن حسام البدري؟ الكابتن حسام البدري بيفكر في انه هيبدا بمين؟ الكابتن حسام البدري هل هيفاجئ الترجي ولا هيبقى متحفز ولا هيبقى ايه؟ ده الاسبوع اللي فات منذ لقاء الذهاب والتعادل بهدفين مقابل هدفين، هو ده الكلام اللي داير في كل مواطن اهلاوي. طبعا الناس الجمهور النادي الاهلي عظيم وكبير في كل مكان، الكل يتحدث، حتى في الناس الجاليه المصريه في امريكا، الجاليه المصريه في كل مكان في العالم، الكل يتحدث حتى عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في السوشيال ميديا كيف يبدا النادي الاهلي اللقاء. الكابتن حسام البدري صراحه بعد وجود الجمهور في التتش في الجديره، الموضوع فرق معاه كتير من الناحيه المعنويه، ادى دخل اللعيبه في اجواء اللقاء، دخل اللعيبه في اجواء الدعم الجماهيري الكبير، الفرقه متعادله ومحققه نتيجه مش ايجابيه بشكل كبير، هو افضل من الهزيمه ولكن النادي الاهلي كان يلعب على المكسب، فدخول الجمهور للتتش في الجزيره كان له مفعول السحر مع الكابتن حسام البدري من الناحيه المعنويه، وده عامل مهم جدا في كره القدم وهو الجانب المعنوي. الكابتن حسام البدري عنده حلول ما شاء الله وعنده عمق في القايمه، وده اللي مخلي الكلام يكتر، ودي حاجه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وايضا تحسب للكابتن حسام البدري. دلوقتي عندك كلام واتجاه، طيب جونيور اجاي ولا وليد ازارو ده في خط الهجوم، بقى عندك كلام عبد الله السعيد ولا صالح جمعه، ده برضو بقى عندك اضافات في خط الوسط، بقى عندك كلام هشام محمد يبتدي جنب السوليه او هشام مع حسام عاشور، ده برضو من الإضافات اللي موجودة في الفريق، غير كلام هل هيبدأ بوليد سليمان، هل هيبدأ بأحمد الشيخ، هل هيبدأ بمؤمن زكريا، هل هيبدأ باللعيبة الجداد أحمد حمودي، كل ده سيناريوهات مطروحة وكلام وجدل في كيفية بداية النادي الأهلي للقاء الترجي التونسي. خلينا نتكلم ونحط هذا الكلام في موضوعية أن كابتن حسام البدري من المدربين اللي يتسموا بالواقعية في كرة القدم، هو بيلعب دايركت فوتبول، دايركت فوتبول يعني كيف أصل إلى المرمى بأسرع الطرق. كابتن حسام البدري بيحب أن هو يضرب دفاع الخصم ده عن طريق الأجناب، ودائم الاحتفاظ بالتأمين الدفاعي للأجناب والعمق، اختراق الأجناب بالنسبة لكابتن حسام البدري ممثل دائم في معلول واحمد فتحي، ولكن في اللقاءات الخارجية بيبقى هذا الاختراق بتنظيم. يعني ايه بتنظيم؟ ما بيبقاش في انطلاقات كبيرة زي ما بيحصل في الدوري المصري او في اللقاءات اللي موجودة في ملعب، طبعا النادي الاهلي لما بيلعب في افريقيا بيلعب في برج العرب، هيبقى في تأمين دفاعي من الجانب من ظهري الاجناب، وهيبقى فيه اعتماد كبير جدا على المرتد السريع. المرتد السريع كابتن حسام البدري هيفكر في السرعات اللي موجوده عنده، عنده سرعات في وليد ازارو، عنده سرعات في جونيور اجاي، عنده سرعات في وليد سليمان وايضا في مؤمن زكريا، كل دي سرعات يقدر يركز عليها كابتن حسام البدري في ازاي يرد فريق الترجي، لانه بيلعب على ارضه وسط جماهيره، من المتوقع ان فريق الترجي هيبقى عنده أول خمس ست سبع دقايق ماسك كرة فيها، فكابتن حسام البدري وارد إنه يباغت الترجي في هذا التوقيت، وأعتقد دي من أكثر الحاجات اللي ممكن يركز عليها النادي الأهلي. وقاعية الكابتن حسام البدري هتديله إنه هيرسم اللقاء على سيناريوهات، سيناريوهات البداية، بداية اللقاء. على فكرة كلمة مانجر لما أطلقت في الكرة العالمية هي عشان أنت إزاي بتدير منظومة الكرة عندك، مش بس أن أنت مدرب وبتنزل تدرب لعبتك، لا، أنت كيفية إدارة المباراة، مباراة فيها 90 دقيقة، فيها شوط أول، فيها شوط تاني، في مدربين كتير جدا على مستوى العالم يقدر يغير النتيجة ما بين الشوطين، في مدربين كتير جدا على مستوى العالم، ومنهم كان طبعا مانويل جوزيه واحد من المدربين الكبار اللي كان دايما ممكن في بعض الاحيان النادي الاهلي ما يبتديش بالمستوى المطلوب، ولكن يقدر يعمل لك تغيير، يقدر يعمل لك تعديل في طريقه اللعب، يعدل لك الامور تماما ويبقى الاكثر في اكثر استحواذا واكثر فرصا
في انه ازاي يصل الى المرمى. ده شفناه في لقاء الصفاقسي والنادي الاهلي. النادي الاهلي كان بادي بثلاثه ارتكاز لو حضراتكم تتذكروا في هذا التوقيت، وموجود في الامام فلافيو وابو تريكا واللاعب عماد متعب. ده كابتن مانويل جوزيه غير منظومه الفريق، دفع بوائل الرياض حتى لاعب باك ليفت، فتح الخطوط تماما من للناحيه الهجوميه. شايف ان الصفاقسي ما كانش بيهاجم بالمستوى المطلوب، معتمد على نتيجه الذهاب، فابتدى ياخد الريسك الهجومي او المخاطره الهجوميه. كابتن حسام البدري عنده نفس الموضوع، بيفتح الدفاعات، وده اللي عمله في الشوط الثاني في لقاء القاهره، في لقاء عفوا برج العرب، وده اللي ادى النادي الاهلي الافضليه في الشوط الثاني تماما. اكتساح كبير جدا من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه. موضوع عنصر التوفيق من الحاجات اللي هتبقى مهمه جدا. النادي الاهلي مش قلق الفنيين لانه بيصل الى المرمى، ودي نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي مش قلق المدربين، وشفنا نجوم النادي الاهلي الكبار عبر التاريخ وحواراتهم معانا هنا في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش قلقهم طريقه ادائه لانه بيصل الى المرمى، وما دام بيصل الى المرمى اذا الكابتن حسام البدري شغال بشكل صح. ولكن انهاء الهجمه والتوفيق ده عامل من العوامل المهمه. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق، وده ثاني سيناريو من السيناريوهات اللي الكابتن حسام البدري هيبقى مركز معاها في لقاء الاهلي والترجي. نادي الاهلي بيختتم ان شاء الله تدريباته اليوم الجمعه استعدادا لمواجهه الترجي. اتمرن امس في ملعب الجامعه، والنهارده هيتمرن على ملعب اللقاء ملعب رادس قبل المواجهه ان شاء الله يوم السبت المقبل الساعه 8 هيبقى ملعب او موعد التمرين. كابتن حسام البدري في التمرينه الاخيره هتبقى اخر تحفيزه للعيبه، اخر محاضره ما بينه وما بين اللعيبه، وازاي يقدر يحفظهم ويراجع معاهم، وده المديرين الفنيين الكبار. واكيد هيبقى في يعني تركيز كبير جدا على الضربات الثابته، خاصه ان الترجي الهدفين اللي احرزهم من ضربتين ثابتتين، واحده ضربه ركنيه وواحده فاول، والاثنين مش صعبين جدا. نادي الترجي التونسي عنده شكل بيعمله فيه الضربات الركنيه، عند واحد بيقطع على القريبه زي الراجل اللي عملها طاقه كام ياسين الغيلاني او فرجاني ساسي، عملها لطه الخميسي اللي بيقطع على البعيده في ظهر مدافع النادي الاهلي واحرز الهدف الاول، وشفنا الهدف الثاني اللي طبعا كان خطا من شريف اكرامي، ولكن شريف قادر على انه يرجع مره اخرى ويعادل اموره. شريف لاعب عنده خبرات كبيره جدا، وايضا الدعم اللي شفناه من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. كابتن حسام البدري هيركز على الضربات الثابته في التمرين، هيركز في مراجعه التمركز الدفاعي في الضربات الثابته، الضربات الثابته في ضربات ثابته مباشره وغير مباشره. في النادي الاهلي اصبح ما شاء الله برضو عنده حلول في الضربات الثابته، عندك علي معلول بيشوط ضربات ثابته كويس، عبد الله السعيد، عندك ايضا صالح جمعه ورقه موجوده، عندك وليد سليمان، اذا عندك من اللعيبه اللي تقدر كمان تترجم لك الضربات الثابته الى اهداف. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق في لقاء السبت المقبل. نروح لخبر اخر جاء من كواليس النادي الاهلي في تونس، وان سعد سميل اصيب بشد في العضله الضمه، وطبعا حسابات كثيره جدا للنادي الاهلي دربكت، ولكن ان شاء الله هيخضع للكشف الطبي وهيخضع للفحص عشان يتحدد جاهزيته من خوض اللقاء ام لا. صراحه وجود لاعب بقيمه سعد سمير، واحد من المدافعين الاكفاء، واحد من الناس اللي صراحه طورت من نفسها كتير جدا واصبح عماد اساسي سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي، ولكن ايضا في وجود محمد نجيب، واحد برضو من اللعيبه الرجاله اللي قادره على تعويض غياب سعد سمير اذا لا قدر الله كانت الاصابه تمنعه من المشاركه في اللقاء. صراحه وجود طبيب الفريق خالد دكتور خالد محمود، وايضا وجود اخصائي الاحمال انيس الشعلالي، في اول ما سعد سمير يعني شعر كده بشكه وهو بيجري في العضله الضمه، يعني عملوا له تدريبات منفرده، والتدريبات المنفرده ده بيبقى فيها زي تيست كده هل هيقدر يواصل ولا لا، مدى
الإصابة عشان يقدروا يتعاملوا معها بشكل سريع، وإن شاء الله يقدر سعد يكون يعني جاهز. خلينا نقول إن في حاجة مهمة جدا كانت مهمة في التمرين، إن شريف إكرامي كان ظاهر بمستوى جيد للغاية، وده رفع من روح المعنوية ليه ولزملائه ولخط دفاعه ولكل المسؤولين. أيضا في حاجة حصلت كانت مهمة جدا، المهندس محمود طاهر رئيس النادي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجوده كرئيس للبعثة ووجوده في التمرين عشان يحفز اللعيبة طبعا أكيد هيبقى ليه عامل مؤثر بشكل كبير جدا، خاصة إن اللعيبة لما بتحس بدعم مجلس الإدارة بتريحهم في حاجات كتير جدا وبيشيل العديد من الضغوط داخل الملعب. أيضا وجود سيادة السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس قال إن بعثة الأهلي ما فيش أي مشكلة أو أي عقبات واجهتها منذ وصولها إلى تونس، موضحا إن الفريق الأحمر طبعا بيمثل الكرة المصرية وعنده طموحات وبيتمنى له التوفيق والحصول على دوري أبطال أفريقيا. ووجه سيادة السفير رسالة للاعيبة النادي الأهلي بضرورة التركيز، أيضا كان متفائل بعبور عقبة الترجي. وخلينا نقول مرة تانية إن وجوه المهندس محمود طاهر لما تلاقي رئيس النادي الأهلي رئيس المنظومة وإنت كلاعب موجود معاك وبدعمك بصفة شخصية هتفرق كتير معاك، وإن شاء الله تكون إن شاء الله دفعة معنوية كبيرة جدا. النادي الأهلي من الناحية الفنية على أعلى مستوى، الناحية المعنوية بيحتاجها اللعيبة عشان ينزل وبتبقى بتشيل العديد من الضغوطات للعيبة، خاصة إن يعني كبير المنظومة موجود في ظهرك. هكمل كلامي عن مباراة الأهلي والترجي وإصابة حارس الترجي معز بن شرفية أصبحت حديث الساعة. حارس الترجي وحارس المنتخب التونسي معز بن شرفية أصبح حديث الساعة في مصر وتونس بعد ما ذكرت صحيفة تونسية إن حارس مرمى الترجي بيعاني من إصابة أجبرته على إجراء عملية جراحية. وعندك بقى الحارسين البدلاء وسيم القروي وعلي الجمل، واحد فيهم هيجهز عشان يبتدي يلعب لقاء الأهلي. وأيضا إذاعة شمس اف ام قالت ان الترجي استعاد خدمات مدافع الفريق علي المشاني عشان يقود الفريق ودفاع الفريق في لقاء الإياب بعد ما غاب عن لقاء جولة الذهاب. وقال أيضا قالت ان في بعض الشكوك اللي بتحيط المهاجم طه ياسين الخنيسي في المشاركة، ولكن أعتقد ان ياسين الخنيسي ما عندوش أي مشاكل اللاعب المهاجم. حارس مرمى الترجي معز بن شرفية وحارس دولي ومن الحراس اللي مشهود لهم بالكفاءة، ولكن برضو نادي بقيمة الترجي مش هيأثر فيه قوي عدم وجود الحارس الرئيسي، يعني لأن دايما الفرق الكبيرة بيبقى عندها في القائمة حارس واثنين وثلاثة بيبقى مستواهم متقارب. ولكن نتمنى أن النادي الأهلي يكون موفق بشكل كبير جدا في هذا اللقاء، وده الحاجة الأكثر. نادي الأهلي أكثر وصولا للمرمى، أكثر ضياعا للفرص، ويحتاج فقط التوفيق، وإن شاء الله المهمة تكون سهلة في تونس. نروح للدوري المصري اللي ابتدى يخش في الاسبوع الثالث وان شاء الله يبتدي يخش في المراحل الاخرى. الانتاج وبتروجيت بيحصدان 3 نقاط في مواجهات اليوم. فريق الانتاج الحربي هبتدي بمواجهته امام فريق مصر المخصه كابتن مختار مختار، ومواجهه امام كابتن مؤمن سليمان اللي تولى مهمه مصر المخصه خلفا للكابتن ايهاب جلال. كابتن مختار مختار صراحة مع فريق الإنتاج هذا الموسم أصبح له شكل آخر، أصبح فيه تدعيمات بشكل جميل جدا، وعندهم لعيب صراحة هو اللي حط هدف الإنتاج في هذا اليوم، هو اللي حط الهدف الإنتاج في لقاء الزمالك، هو اللاعب عمر السعيد، واحد من أفضل فراودة الدوري المصري، أعتقد هو أفضل مهاجم في مصر مصري حتى الآن.
الراجل عنده ما شاء الله امكانيات بدنيه كويسه جدا، هو اللي بيبتدي الهجمه. بص هو كان المحطه الرئيسيه اللي ابتدى الكوره، احمد شديد قناوي من اللعيبه اللي ابتدى كابتن مختار يعتمد عليهم. ادي احمد شديد سيطر على الكرة، عمل الكرة العرضية، الراجل بيعرف يتحرك في المساحة الصح. تاني مرة تانية هو اللي ابتدى، بصوا ازاي خد الكرة لنفسه، وده بيعرف يعمل فنت حتى بجسمه، ده اللي عمله مع مدافع الزمالك في لقاء الانتاج ونادي الزمالك. وشايفين طريقة الفينش وازاي استقبل الكرة وحطها في المرمى. هداف الدوري حتى الآن 3 أهداف، أحرز في طلائع الجيش، أحرز في لقاء الزمالك، ويحرز اليوم في دفاع المقاصة. وكل ده من الأندية اللي عندها خط دفاع قوي. مستر كوبر لازم يبص على هذا اللاعب، مشروع مهاجم دولي على أعلى مستوى، بنيان قوي، عنده مهارة، بيعرف يقف على كورته، عنده سرعة، مفيش حاجة تنقص عمر السعيد عشان يبقى في منتخب مصر. ومعنا على الهاتف كابتن مجدي عبد العاطي، مدرب العام لفريق الإنتاج الحربي. مساء الخير كابتن مجدي. مبروك النهارده، فوز مهم جدا ما شاء الله، فريق الانتاج والتدعيمات الجديده، شكل جديد مع كابتن مختار هذا الموسم، وخطوه بعد خطوه الاداء يتحسن وتاتي النتائج. الحمد لله، ربنا يخليك كابتن فاروق. الحمد لله، يعني بدايه الحمد لله، احنا يعني كنا قلقانين شويه في بدايه الموسم من يعني احنا عاملين زي ما انت قلت كده فاروق تيم جديد، كنا خايفين بس من عملية التجانس ان هي تتم تاخد وقت مننا. الحمد لله بدأنا بداية كويسة جدا قدام نادي الزمالك، وعملنا مباراة جيدة جدا قدام طلائع الجيش، كنا متقدمين في اغلب فتراتها وخرجنا بتعادل. الحمد لله ربنا كلل جهود اللعيبة النهاردة وجهودنا في ان احنا نخرج فايزين في اخر دقيقة او يعني الوقت الاخير من المباراة، ويعني على فريق كبير زي المقاصة. يعني بتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل على الاداء ده والروح دي اللي بيأدي بيها اللعيبه. بشكر اللعيبه كلها، لعيب وحتى اللعيبه اللي ما كانتش موجوده معانا النهارده، روحهم والتزامهم وقربهم من بعض وتكاتفهم في الملعب وخارج الملعب مؤثر بشكل كبير جدا على ادائنا. الحمد لله، يعني نتمنى ان احنا نكمل على الشكل ده. طيب كابتن مجدي، هتكلم، عايز اسالك على حاجتين. الحاجه الاولانيه، ظاهره عمر السعيد صراحه بيفكرني بيك شخصيا، عنده قريب منك شويه في الستايل، وواحد انت واحد ما شاء الله كنت من افضل الفراوده اللي موجوده في مصر. وعمر السعيد ما شاء الله عنده الفيزيكال ابييرنس، بنيانه قوي، بيقدر يسيطر على كورته، لعيب حريف حتى، بيقدر يتحرك ويتصرف في الكوره بشكل جميل، وعنده قدره التهديف. ايه رايك في عمر السعيد؟ لا، عمر بصراحه من الفراوده اللي يعني ان شاء الله اللي عنده مستقبل كبير جدا. عمر كان موجود معانا من السنه اللي فاتت، لكن ظروف الفرقه السنه اللي فاتت وظروف الاداء بتاعنا ان احنا جينا في اخر كام مباراه، يعني ما كنا مضغوطين من النتائج، وكنا مضغوطين من الموقف اللي كان في الفريق، ما كانش فيه الفرصه لعمر السعيد بالكامل. لكن بصراحه والحق يقال، يعني كابتن مختار راهن عليه بشكل كبير جدا السنه دي، وكان طول الموسم اللي فات بيقول لنا ان عمر السعيد هيبقى له مستقبل كبير جدا معانا الفتره الجايه، وهيبقى من الناس اللي هنعتمد عليها بشكل كبير جدا، لان انا متوسم فيه خير. الحمد لله، يعني وجهه نظره كانت صحيحه. وعمر من اللعيبه كمان اللي لم تاخد الثقه فاروق بتزيد من مباراه لمباراه، وزي ما انت شايف بدا معانا في مباراه الزمالك جاب جول اكثر من رائع، مباراه طلع الجيش ومباراه النهارده. بس احنا مش عايزين يعني نكبر الموضوع قوي ونقول ظاهره عمر من هو كان في الجونه. عمر لعيب كويس جدا، كان بينقصه بس التوفيق والتركيز على المرمى. الحمد لله موجوده من بدايه السنه دي، بنتمنى ان هي تكمل كده. نتمنى ان شاء الله الاهم من ده كله ان هو ربنا يبعد عنه الاصابات، لان الفتره الجايه محتاجه من عمر توفيق وشغل كبير جدا، عشان ان شاء الله باذن الله يبقى له دور زي ما سمعتك قبل ما ادخل معاك كابتن فاروق في منتخب مصر ان شاء الله. باذن الله، انا بتمنى الصراحه هو ما ينقصوش اي حاجه، عنده الجرأه، عنده المهاره، عنده الموهبه ما شاء الله، كمان البنيان القوي، كل دي تؤهله ان هو يكون موجود في منتخب مصر، خاصه ان في هذه الاوان، يعني خلينا نقول ان برضو مركز 9 في كره القدم المصريه ما بقاش كتير بهذا الليفل، يعني هذا المستوى مش موجود بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه كابتن مجدي، النادي الانتاج بقى بيعتمد على عبد الرحمن فاروق في الجانب الايمن، احمد شديد قناوي، اذا كابتن مختار ابتدى يعتمد على الاجناب، والاجناب بيبقى ليها حل كبير وحلول كتير جدا داخل منظومه اداء الانتاج الحربي. دي من الحاجات اللي ظاهره في طريقه اداء الانتاج الحربي هذا الموسم. يعني الحمد لله، احنا يعني احنا مستر فاروق من ساعه ما اشتغلت مع كابتن مختار واحنا
يمكن سيستمنا بيتغير في حاجات في مباريات معينه يعني، لكن هو السيستم بتاعنا من ساعه ما ابتدينا هو سيستم قريب من الطريقه اللي احنا بنلعب بيها من بدايه الموسم وحتى نهايه الموسم اللي فات. كان معانا السنه اللي فاتت كان حسن الشامي وكان معانا ابو شعيشه ومحمد طارق، لكن كان زي ما قلت لك الظروف ما كانتش مساعدانا الفتره السنه اللي فاتت للموقف اللي كان فيه الفتره. لكن الحمد لله السنه دي ضمينا عبد الرحمن فاروق، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، معاها سيد شبراوي، الناحيه الثانيه في شديد دماوي، في اسامه محمد. كابتن المختار يعني اعتمد على الخبرات اللي تقدر تنقلنا في الناحيه الهجوميه في الثلث الاخير، وكمان يقدر يعمل لك الكروس اللي تقدر تجيب بيه اهداف لنا، وهو ده اللي شفناه. عمر ما شاء الله مميز في وكمان بيلعب بدماغه كويس. عندنا خليفه بيلعب بدماغه كويس، عندنا الفيل موجود بيلعب بدماغه كويس، عندنا الحمد لله حته الفيرود لاين دي الحمد لله وتحت الفيرود يعني ركزنا فيها بشكل كبير جدا السنه دي الحمد لله، ولسه كمان في اضافات هتدخل معانا الفتره الجايه ان شاء الله تبقى مفاجاه وتبقى اضافه لينا باذن الله. نتمنى بس التوفيق ونتمنى الاصرار والرغبه والروح اللي عند اللعيبه دي تفضل مكمله معانا، لان هو ده مفتاح الفوز بتاعنا كابتن فاروق. لان الفرقه يعني رغم الاسماء كلها الموجوده ان احنا ما عندناش نجم بنعتمد عليه بشكل، على الرغم ان انتوا بتلعبوا فرقه مصر المقاصه تاني الدوري، معاهم مدير فني محترم، معاهم لعيبه كهاني سعيد عن ابوكو، وعندهم حتى لعيبه محترفين على اعلى مستوى، ولكن ده لم يعني يوقف ان الانتاج الحربي يلعب مهاجم ويلعب من اجل الفوز. الحمد لله. يمكن زي ما بقول لك كابتن فاروق الكابتن مختار من بدايه السيزون هو بيتكلم على اللعيبه ان احنا مش عايزين يبقى فيه نجم واحد بنعتمد عليه وتبقى الفرقه بتلعب عشان النجم ده هو اللي يخلصنا وهو اللي نعتمد عليه لو عنده باد لك او في عدم توفيق. احنا عايزين اللعب يبقى جماعي وعايزين الفرقه هي اللي تبقى نجم. فالحمد لله يعني لحد كبير من مباراه لمباراه الفرقه بتتاقلم وبتتجانس مع بعضها، وبيبان الحمد لله الشغل اللي احنا عملناه في فتره الاعداد، وان شاء الله ربنا يكملها بالخير وتكمل على كده باذن الله ونمشي بشكل كويس باذن الله. باذن الله. كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام للانتاج الحربي، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنقول لك مبروك مره ثانيه كابتن مختار على فوز اليوم المهم. ايضا كان في لقاء اخر في بتروجيت وامبي، مواجهه قويه جدا ما بين الكابتن محمد يوسف وما بين الكابتن طارق العشو، لكن كابتن محمد يوسف ما شاء الله صراحه في المواجهات الصعبه بيبتدي بصماته تبان. يعني السنه اللي فاتت كابتن محمد يوسف فاز على مصر المقاصه من اللقاءات اللي بعدت مصر المقاصه عن المنافسه على الدوري، وفي هذا اللقاء بيلعب فرقه ثقيله، مدير فني محترم وعنده خبرات كبيره جدا، فرقه امبي من الفرق اللي دايما عندها لعيبه قويه جدا، دايما عندها استقرار. وصراحة فريق بتروجيت كسب هدفين مقابل شيء، الهدفين زي ما حضراتكم شايفين أمام حضراتكم، وبهذا الفوز صراحة كابتن طارق العشري بعد الهزيمة يعني قرر وقف المستحقات وغرامات على لاعبته 20,000 جنيه على كل لعيب، ودي من الحاجات اللي قرارات سريعه خدها كابتن طارق العشري، لان موقف امبي في هذا اللقاء كان بعيد تماما عن المستوى. خلينا اقول لحضراتكم ان الانتاج بعد هذا الفوز صعد للمركز الثالث برصيد 5 نقاط مناصفه مع سموحه، وفريق بتروجيت الان اصبح في المركز الثالث وعنده 4 نقاط، ونادي امبي اصبح في المركز ال 16 برصيد نقطه واحده من مباراتين، وده اللي خال من 3 مباريات، وهو ده اللي خلى طارق الكابتن طارق العشري انه ياخد هذه الاجراءات. ايضا تعادل النصر مع سموحه بهدف كل منهما، وسجل لسموحه السيد فريد، وتعادل محمد حسن للنصر، والنصر كده وصل الى 2، وسموحه زي ما قلت لحضراتكم في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. اليوم عندنا لقاءات طنطا ووادي دجله، لقاء هيبقى في منتهى القوة لأن طنطا تعثر في الأسبوع الماضي، ووادي دجلة وميدو، فهيبقى مواجهة قوية جدا ما بين كابتن خالد عيد وأحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة اللي هيلعبوا لقاءات اليوم، وأيضا المقاولون مع الاتحاد ولقاء في منتهى القوة. المقاولون هذا الموسم منتشي،
متعادل مع الإسماعيلي، فرقة ماشية بشكل كويس وابتدى يجيب نقاط حتى خارج ملعب الجبل الأخضر في المقاولين. الاتحاد مع كابتن هاني رمزي، وبعد ما كان متقدم على الإسماعيلي ثم عاد الإسماعيلي وعمل عليه كومباك في أحد اللقاءات، هنشوف هيعدل من طريقته. كابتن هاني رمزي صراحة عمل ماتش كويس جدا أمام فريق الإسماعيلي وهيبقى لقاء مستوى قوي جدا. والنهاردة هيكون برضو في مواجهة قوية ما بين الزمالك ونيبوشا والمصري مع كابتن حسام حسن، هنشوف الى ما تصفر ماذا تصفر المواجهات. الدوري المصري اليوم هتبقى على اعلى مستوى. اكمل مع حضراتكم ولكن هذه المره مع الاخبار العالميه، وهذهب الى كارلوس تيفيز نجم مانشستر يونايتد السابق، نجم بوكا جونيورز السابق ونجم فريق اليوفي، اللي قرر الذهاب الى الصين عشان يلعب في فريق شنغهاي جرينلاند شينوا ويتقاضى راتب قرابة 20 مليون يورو في السنة، ويبتدي بقى بعد ما خد الفلوس يبتدي بقى رد فعل اللاعب كارلوس تيفيز اللي طلع بتصريح كبير جدا وقوي جدا. قال لك الدوري الصيني عمره ما هيصل لمستوى أوروبا حتى لو قعدوا 50 سنة. في أمريكا اللاتينية ده على كلام تيفيز، وأوروبا الكرة بيتعلم اللعيبة مارس كرة القدم منذ الطفولة وده ما بيحصلش هنا في الصين. اللعيبة على المستوى الفني قليلين جدا، كرة القدم هنا مختلفة، معالجة الجماهير حتى لكرة القدم مختلفة، ولا أعتقد أن الدوري الصيني هيصل لأي مستوى من المستويات العالية أو لو قعدوا 50 سنة. حضراتكم عارفين ان تيفيز انتقل الى الصين في يناير الماضي، وبيحصل تيفيز على الراتب الاغلى في العالم لبعض التقارير على 750 الف دولار في الاسبوع، ده من اكبر الرواتب الضخمه اللي موجوده في الصين. وصراحه الدوري الصيني بالاستثمار والدفع في الاموال وحتى الاموال كتير جدا مش معلومه مصادرها، وابتدت الشركات الصينية تبتدي تخش وانها تشتري بعض الأندية وتبتدي تستثمر في كرة القدم وبتجيب نجوم. جابت كارلوس تيفيز، جابوا حتى اللاعب مالك إيفونا لاعب منتخب الجابون ولاعب النادي الأهلي، فكل هؤلاء ذهبوا إلى الدوري الصيني بسبب الفلوس، وتيفيز بيطلع ويصدم جمهور الصيني بهذه الحوارات، ودي آخرة اللي بيجري وراء الفلوس. نروح سريعا لاخبار الاهلي والسوشيال ميديا. الاهلي يشكر جماهيره بعد مؤازره اللعيبه، وجهت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي عبر الفيسبوك شكر لكل الجماهير اللي ازرت النادي الاهلي في التمرين قبل السفر الى تونس، وقالت الصفحه يوم رائع عاشوا فريقنا معاكم، في وجودكم بجانبنا دايما يمنحنا الثقه ويجعلنا اكثر اصرارا على الفوز، شكرا اعظم جمهور في الكون. ايضا اللاعب شريف اكرامي حارس النادي الاهلي وجه الشكر للجمهور بعد دعمها الكبير له لموقعة رادس الهامة ان شاء الله يوم السبت المقبل، وعبر صفحته الرسمية في موقع تويتر شريف اكرامي قال شكرا لجمهور الاهلي العظيم. الترجي ايضا التونسي بينشر صور تذاكر مباراه الاهلي المرتقبه، اداره نادي الترجي التونسي نشرت اليوم الخميس تذاكر المباراه المرتقبه اللي بتجمع بين الاهلي والترجي او الترجي والاهلي لان الترجي صاحب الارض يوم السبت ان شاء الله،
وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات الأمنية وافقت على طلب نادي الترجي بحضور 45,000 مشجع لمباراة الأهلي والترجي، وكان قالت أن في 40,000 وزودت 40,000 لفريق الترجي و 5,000 لجمهور النادي الأهلي. وادي التذاكر أمام حضراتكم. نجمنا الكبير محمد صلاح بيهني الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، عام هجري جديد وسعيد إن شاء الله على كل الأمة الإسلامية. محمد صلاح طبعا لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، حرص على تهنئة الأمة الإسلامية وكتب على تويتر: كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. الخبر اللي بعد كده هو توابع وجود محمد صلاح في أوروبا وخاصة في فريق إيه إس روما، لأن إيه إس روما أصبح بعد وجود صلاح وبعد ما ابتدوا يهتموا بقى بالسكشن اللي باللغة العربية أو القسم اللي باللغة العربية، أيضا نادي روما الإيطالي بيهم الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. وده كان على عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ودار الإفتاء المصرية أعلنت عدم ثبوت هلال شهر المحرم لعام 1439 هجريا. إن شاء الله بكرة أو الغد أو اليوم، خلاص احنا عدينا الساعة 12، الجمعة هيبقى بداية العام الهجري الجديد. أعدوا الله على الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات. نروح لفريق ريال مدريد وإدارة ريال مدريد القوية اللي نجحت في إنها تجدد عقد بنزيما، وهنوري لحضراتكم صور تجديد عقد بنزيما عكس فريق برشلونة اللي فشل في تجديد لنيمار فابتدت نجومه تذهب. فريق ريال مدريد نشر اليوم عبر موقعه الإلكتروني مراسم توقيع كريم بنزيما، وعلى فكرة شرطه الجزائي 1 مليار يورو. هي دي الفارق ما بين ريال مدريد وبرشلونه، وهو قد ايه بيقدروا يجددوا لعبتهم يحفظوا على قوانين الفريق. جددوا لمارسيلو، جددوا للاعب ايسكو، واديهم هم بيجددوا للاعب كريم بنزيما، واحد من النجوم الكبار اللي لما فقدوا فريق ريال مدريد حتى في لقاء ريال بيتس استطاع بيتس انه يتقدم على فريق ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء فين في معقل الريال على ملعب سانتياغو برنابيو. بنزيما مش من اللعيبه اللي بتجيب جوان كتير، بس بدور التكتيكي بيفرق كتير جدا، لانه دائم الدعم في لزملائه خاصه كريستيانو رونالدو، ودائم الدعم في انه يفضي المساحه ويدي لجاريث بيل وايسكو واي لاعب بيلعب بجواره. بنزيما من الفراوده المهمين جدا طبعا نجم الفريق والمدرب الكبير زين الدين زيدان. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.